الشعب من القاهرة. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لرئيس أسوان، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لرئيس أسوان، ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكوا، من غير ما تغرموا ولا مليم إذا عدنا ناوية اتعلمكوا. بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يومات وفي نفس المعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير على بلدي وأهل بلدي، أهل بلدي الشغالين المكافحين. كل ميدان تلقى الشجعان، وفي كل ميدان تلقى الشجعان. أولاد بلدي أولاد بلدي. وفي ميدان محو الأمية بنلاقي ولاد بلد المتعلمين بيزداد عددهم، وبيشتغلوا مشرفين ومشرفات صغار وكبار بجد وإخلاص بدون تظاهر بدون أجر خلاف رضا الأهل والوطن. صحيح، في مجال محو الأمية زي غيره من المجالات الاجتماعية بعض المتظاهرين المدعين وبعض المعوقين، إما عن جهل أو عن قصد، لكن وجودهم لم يمنع أن القافلة تسير والنور بيزيد وعدد الدارسين والدارسات بيزيد وعدد المشرفين والمشرفات بيزيد. كل ميدان تلقى الشجعان، وكل ميدان تلقى الشجعان. أولاد بلدي أولاد بلدي. عندنا هنا في ملحوظة، احنا بنرجو المشرفين والمشرفات انهم يهتموا بتكوين جمل جديدة من عندهم ويملوها للدارسين والدارسات، مدام كلمات الجمل دي درسناها قبل كده. دلوقتي بقى خدوا بالكم من المثال اللي جاي. مثلا احنا في درس من الدروس الماضية خدنا كلمة لبيب، وقبل كده خدنا كلمة باتة، وخدنا الكلمة اللي جاية دي. ليلتي ليلتي، نفهم انها ليلة واحدة. طيب لو كانوا اتنين، خدوا بالكم من الكلمة، تبقى ايه الكلمة؟ ليلتان. ليلتان. وبرضك احيانا نقول ليلتين في احيان اخرى، يعني كلمة ليلتين تدل على كم ليلة؟ ليلتين اتنين. ليلتين اتنين. شوفوا بقى الكلمات، كلمة باتة ومع كلمة لبيب ومع كلمة ليلتين هنكون جملة. اسمعوا، باتة لبيب ليلتين. مرة تانية اسمعوا الجملة، باتة لبيب ليلتين. الجملة دي كم كلمة؟ ثلاث كلمات. أول كلمة بات، تاني كلمة لبيب، تالت كلمة ليلتين. يلا أعزائي الدارسين والدارسات، صفحة جديدة ونكتب الجملة دي. هنتهجى وإحنا بنتهجى هتكتبوا ويانا. يلا من أول السطر نكتب كلمة باتة باتة با تبقى ب ألف، ت ت عليها فتحة، لبيب ل لام فتحة، بي تبقى ب ي، بو تبقى ب ضمة. أعزائي الدارسين والدارسات هنعيد الكلمتين دولي عشان اللي لسه قاعد يكتب
ياخد باله معانا. بات ب ألف وتحط فوق البيه فتحة عشان با ت فتحة فوق الت. أدي أول كلمة خلاص. في نفس السطر كاتبين أنتوا دلوقتي كلمة لبيبو. لا بتعمل اللام تشبك فيها الب والي والب بتشكل لا فتحة فوق اللام، كسرة تحت الب الأولانية بي، ضمة فوق الب الثانية بو لبيبو. الكلمة اللي جاية هي أنتوا ما كتبتوهاش قبل كده، خدوا بالكم معانا حرف حرف. في نفس السطر تكتبوا الكلمة الثالثة ليلتين. يلا أول حاجة هنكتبها في الكلمة دي لام. آدي السنة الطويلة زي الألف والشرطة ونشبك في اللام يه عشان لي. خلاص؟ أجي أشبك في اليه اللام التانية أقوم أطول بالسنة التانية بتاعت اليه لغاية لما تبقى ألف، وبعدين شرطة اللام أشبك فيها الت عشان ليلة ت تين. في الت أشبك ي بعديها نون ليلة تين. نحط التشكيل فوق اللام الأولانية أحط فتحة، وبعدين اللي هي المشبوك فيها أحط سكون، اللام التانية برضو فتحة، والته المشبوكة في اللام التانية دي حط فوقيها فتحة، اللي هي اللي بعدها سكون، والنون الأخيرة سكون. تبقى الكلمة على بعضها ليلتين. اللي لسه ما كتبش هنمليها له تاني، كلمة ليلتين. لام ي لام مشبوكة فيها ت مشبوكة في اللام الثانية ي نون. الجملة على بعضها تبقى بات لبيب ليلتين. قولوا معانا بات لبيب ليلتين. بكده أعزائي الدارسين والدارسات بينتهي درسنا النهاردة، مع تحيات عبد البديع قمحاوي وعايدة شكري. نحييكم ونتمنى لكم كل خير يا أهل بلدي. هتبقى في القلوب كلمة ياريت كلمة ياريت، والمكان حيدور ويروي كل بيت، والمداخن في السماء تكتر وتعلى. وصلنا بي بالعلم قال اطلبوه ان شاء الله حتى عالجبال الحياة من غيره تبقى شيء محال، والحياة وياه بتتبسم وتحمل. شعب من القاهرة. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغاية أسوان، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغاية أسوان، ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكوا، من غير ما تغرموا ولا مليم إذا عدنا ناوية تعلمكوا. بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم
يوماتي وفي نفس المعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير على بلدي وأهل بلدي، أهل بلدي الشغالين المكافحين. كل ميدان تلقى الشجعان، وفي كل ميدان تلقى الشجعان. أولاد بلدي أولاد بلدي. وفي ميدان محو الأمية بنلاقي أولاد بلدي المتعلمين بيزداد عددهم، وبيشتغلوا مشرفين ومشرفات صغار وكبار بجد وإخلاص، بدون تظاهر، بدون أجر، خلاف رضا الأهل والوطن. صحيح، في مجال محو الأمية زي غيره من المجالات الاجتماعية بعض المتظاهرين المدعين وبعض المعوقين، إما عن جهل أو عن قصد، لكن وجودهم لم يمنع أن القافلة تسير والنور بيزيد، وعدد الدارسين والدارسات بيزيد، وعدد المشرفين والمشرفات بيزيد. كل ميدان تلقى الشجعان، وكل ميدان تلقى الشجعان. أولاد بلدي أولاد بلدي. عندنا هنا في ملحوظة، احنا بنرجو المشرفين والمشرفات انهم يهتموا بتكوين جمل جديدة من عندهم ويملوها للدارسين والدارسات، مدام كلمات الجمل دي درسناها قبل كده. دلوقتي بقى خدوا بالكم من المثال اللي جاي. مثلا احنا في درس من الدروس الماضية خدنا كلمة لبيب، وقبل كده خدنا كلمة بات، وخدنا الكلمة اللي جاية دي. ليلتي ليلتي، نفهم انها ليلة واحدة. طيب لو كانوا اتنين، خدوا بالكم من الكلمة، تبقى ايه الكلمة؟ ليلتان. ليلتان. وبرضك احيانا نقول ليلتين في احيان اخرى، يعني كلمة ليلتين تدل على كم ليلة؟ ليلتين اتنين. ليلتين اتنين. شوفوا بقى الكلمات، كلمة باتة ومع كلمة لبيب ومع كلمة ليلتين، هنكون جملة. اسمعوا، باتة لبيب ليلتين. مرة تانية، اسمعوا الجملة، باتة لبيب ليلتين. الجملة دي كم كلمة؟ ثلاث كلمات. أول كلمة بات، تاني كلمة لبيب، ثالث كلمة ليلتين. يلا أعزائي الدارسين والدارسات، صفحة جديدة ونكتب الجملة دي. هنتهجى، وإحنا بنتهجى هتكتبوا ويانا. يلا من أول السطر نكتب كلمة بات بات ب تبقى ب ألف ت ت عليها فتحة، لبيب ل لام فتحة، بي تبقى ب ي ب تبقى ب ضمة. أعزائي الدارسين والدارسات، هنعيد الكلمتين دولي عشان اللي لسه قاعد يكتب ياخد باله معانا. بات ب ألف وتحطه فوق البيه فتحة عشان با ت فتحة فوق الت. ادي اول كلمة خلاص. في نفس